السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم الحديث عن مناهج البحث في اللغة والنقد، وقد سبق وتحدثنا عن 3 مناهج، وهي المنهج التاريخي والمنهج النفسي والمنهج الاجتماعي، باعتبارها أولى المناهج التي ظهرت والتي تم العمل والأخذ بها في نقد النصوص الأدبية، سواء كانت شعراً أو نثراً. أما اليوم فسنتحدث عن المنهج الجمالي، والمنهج الجمالي من اسمه يتحدث عن فكرة الجمال، الجمال المرتبطة بالوجود، بالخلق، بكل ما حولنا، مما يذكرنا بقيمة الجمال الذي أوضعه الله في هذه الحياة. بداية ننوه أنه البداية كانت عن الحديث عن الجمال، عن الجمال كفكرة مثالية تتناول أفكار مثل الحب والحق والخير، اللي هي الثلاثية الوجودية الإيجابية اللي ترتبط بالجمال، يعني الحب بما فيه من معاني ودلالات إيجابية روحانية وجودية، ما يبعثه في الوجود من فرح، من سعادة، من تأثيرات إيجابية. الحق بدلالاته الكبرى التي تدل على كل الدلالات الإيجابية التي يمكن الحديث عنها، وكذلك الخير وهو منبع الحياة وجمالها ومصدر الراحة النفسية التي الباعثة على هذا الجمال. لأن نشأة المنهج اللغوي في المنهج الجمالي بالأساس كانت من بذور علم الجمال، اللي هو بيعود بالأصل لأفلاطون، أفلاطون اللي عاش في القرن الرابع قبل الميلادي، واللي تحدث عن الجمال وفكر في قيمة الجمال بشكل كبير، واعتبر إنه الجمال متمثل في الموجودات المحسوسة وفي الأعمال الفنية اللي بتحاكي العالم بالمثل اللي بيشتمل عليها حسب رأيه. وهان بتمثل الجمال الحسي والخلقي والعقلي، لأنه الجمال مش جمال بالمعنى أنه رأيت فتاة جميلة لأنه عيونها كذا وقوامها وغيره، لا، الجمال بتمثل بقيم أنبل من هيك وأعظم من هيك وممتدة لأفكار كبيرة بتشمل سواء الجمال الحسي أو الخلقي أو العقلي، الجمال الفطري، الجمال اللي نراه بعيننا والجمال اللي لا نراه، يعني معنوي وحسي. تحدث أرسطو بعد ذلك اللي هو تلميذ أفلاطون عن إنه الفنون الجميلة لون من ألوان المحاكاة، يعني إحنا لما بنتعامل مع بيكون عندنا فنون جميلة بأنواعها، حتى بالذات لما كانوا يحكوا عن مثلا الرسم، عن النحت خاصة، التماثيل وغيرها، هذه بتكون إنه إحنا بنحاكي الواقع، بنحاكي الحياة، فبننتج هذا الجمال. بس هم أكدوا أو أكد أرسطو إنه محاكاة لما ينبغي أن يكون، يعني إحنا ما بناخذ شيء في قلبه عيب خلقي أو عيب معين وبنحاكيه، لا، إحنا بنشوف هذا الإشي وممكن يكون في قلبه عيب خلقي أو عيب معين إحنا نتجاوزه، فإحنا بنحاكي هذا الشيء بما هو أجمل منه، بالشكل المثالي الذي يجب أن يكون عليه. كيف يعني؟ يعني زي هيك، إنه إنسان جميل لكن ينقصه شيء معين، إحنا من خلال المحاكاة الفنية هذا النقص بنعوضه وبنخليه بأبهى صورة، في الصورة المثالية. وعشان هيك حكى أن الجمال يكون في تناسق التكوين وهو أسمى من الحقيقة التي يحكيها. بالنسبة للعرب فتحدثوا طبعا عن الجمال، لأنه إحنا سبق تحدثنا أن الجمال شيء وجودي روحي ارتبط بالله، أن الله هذا جميل يحب الجمال، سواء هذه المقولة كانت عبثية أو هيكية في حقيقتها حقيقة. فتحدثوا من ناحية أدبية عن تحسين الكلام وتنسيقه وتجويده وإبداعه في النظم، وأكثر من الاستخدام البديع، واعتبروه إشي أساسي في الشعر والنثر، وأجادوا فيه لدرجة كبيرة، وأخذوا يحكون أبهى صوره
ويميزون بين المتصنع فيه والمتكلف ومن المطبوع وغيره. بالنسبة لمفهوم المنهج الجمالي، فهو منهج بيبحث في العلاقة بين العمل الفني وجمهور المتذوقين، وأنه نقد النقد، لأن النقد يسعى إلى تفسير العمل الفني وتحسين علاقته بجمهور متذوقه. وكمان المنهج الجمالي يهدف إلى تفسير هذا التفسير اللي هو الجمال، والبحث في ماهية هذه العلاقة والوقوف على شروطها وضوابطها. وأن أهمية علم الجمال بالنسبة للنقد أشبه بأهمية القواعد بالنسبة للغة. بعيدا عن الكلام اللي قرأناه اللي هو كلام تنظيري، بدنا نحكي إنه أصلا في بداية الحديث عن علم الجمال والتحول الحديث عن النقد الجمالي والاستفادة فيه في تحليل النصوص الأدبية واللغوية بشكل عام، لأنه النقد الجمالي بيكون للنصوص الأدبية واللغوية بشكل مساوي تقريبا، حتى لو كان يتميز في النقد الأدبي بصورة أكبر. بس في حقيقة المنهج الجمالي، إنه لما تحدثوا عن الجمال كان في عندنا عدة مذاهب ونظريات عديدة، عندما إحنا وصلنا لمفهوم النقد الجمالي أو المنهج الجمالي الواقع اللي بيحاكي الواقع بعيدا عن الخيال اللي طرحته بعض النظريات زي البرناسية أو الفن للفن وغيرها، اللي تناولت العمل الفني بذاته واعتبرته إنه هو أساسه إنه يحقق المنفعة بعيدا عن، أو يعني هذه يحقق الجمال بعيدا عن أي منفعة أخرى. يعني مثلا زي حاليا في النصوص بشكل عام هي بتحقق الجمال، ولكن في منافع وأهداف تانية إلها، اللي هي مثلا بتكون بتحث عن الخير، بتكون بتبين تجربة إنسانية حزينة نتعاطف معها، بتبين سلوك يجب توجيهه، يجب تعديله إلى آخره، بيكون هدف. لا، البرنسية واللي كتير اتعصبوا في الحديث عن المنهج الجمالي اتناولوا إنه النقد بيكون للنقد والفن بيكون للفن. يعني أنا بتناول أنا كقارئ المفروض إني أمسك عمل أدبي أقرأه، سواء كان شعر أو قصة أو رواية أو غيره، عشان أحقق المنفعة الجمالية الحسية اللي أنا بتعود عليا من قراءته بعيدا عن أي منفعة أخرى. وهذا طبعا إشي ما حتى لو في وقتها كان في له صدى وتحقق، فإنه لم يتحقق بشكل كبير، لأنه هذا الشيء لا يتناسب مع طبيعة الحياة اللي أصبحت متسارعة، والعولمة والتكنولوجيا والحروب والآثار النفسية اللي مرتبطة بالإنسان وعايشها، والصدمات والصراعات الكبيرة اللي إحنا بنعيشها. فالجمال ليس ضمن هذا المفهوم، الجمال هو ما يتحقق فيه النص من أمور جمالية تجعل النص بديعا جميلا، تحكم للشاعر بالإبداع. وعلى هيك احنا بنقف في المنهج الجمالي على هاي الأمور، على الظواهر والعناصر اللي تحقق جمالية العمل الفني أو النص الأدب بشكل عام. بالنسبة للشروط اللي تحدثوا عنها علماء أو الباحثين في علم في المنهج الجمالي، فهم تحدثوا عن مجموعة من الشروط التي يجب أن تتحقق ليكون العمل الفني فيه صفات الجمال، وهي مبدأ الوحدة العضوية اللي هو بتحدث عن ارتباط أجزاء العمل كلها بشكل كامل لتبين كالجسد الواحد، يعني مرتبطة ومش متفرقة. مبدأ سيادة الموضوع اللي هو كان إشي أساسي في الدراسات يمكن القديمة، هلأ صار في عنا تعدد الموضوعات، اللي هو عنا موضوع واحد أنا بحكي هلأ عن المدح وفقط، لا أتحدث عن أمور أخرى. مبدأ التنوع اللي هو بتحدث عن تكرار الموضوع في صور متنوعة، عشان أكده بما إني بتحدث عن مبدأ موضوع، فهو عشان أأكد هذا الموضوع بستخدم مبدأ التنوع لتأكيده. مبدأ التوازن هو المقصود فيه إنه يكون في تماثل بين الأجزاء، قد يعني وأنا بعبر عن الموضوع يكون في تماثل، ما يكون في اختلاف بين الأمور لا يبين، لأنه هذا بتحقق أصلاً لما مبدأ الوحدة العضوية أو الموضوعية، لأنه أي التوازن هذا بيحقق هذا الأمر. لو كان في أي خلل هنفقد مبدأ الوحدة العضوية ومبدأ سيادة الموضوع. ف
فإشي طبيعي لما أحكي أنا عن موضوع واحد وأحكي عن وحدة عضوية بده يكون في تآلف، وسواء في على مستوى الكلمات، على مستوى الصورة، على مستوى طريقة الصياغة، الأسلوب، العاطفة وإلى آخره. كمان إنه عندنا مبدأ التطور، وأقصد به الانتقال من أجزاء سابقة زمنيا إلى أجزاء لاحقة، يعني يكون في منطقية في تطور الحدث، ويكون نحكي من زمان من العصر السابق ثم نتوالى إلى العصر الأحدث الأحدث الأحدث، ما يكون في خلل في هذه الرابطة. بالنسبة لماذا يدرس المنهج الجمالي؟ عندما تحدثنا إنه المنهج الجمالي بدرس الجماليات الموجودة في النصوص الأدبية بشكل عام سواء كانت نشعر أو نثر، فبالتالي إحنا هنتناول العاطفة المسيطرة على الكاتب، سواء هو تناول الشعر بشكل خاص أو القصة أو الرواية أو المسرح. تاني إشي اللي هو التصوير الفني أو الصورة الفنية، لأنه الصورة الفنية أصبحت جزء أساسي من العمل الفني سواء كان أو العمل الأدبي سواء كان شعر أو نثر. بالعكس، في كثير من الأعمال النثرية أصبحت الصورة أو التصوير الفني يطغى فيها على أي شيء آخر يقترب حتى من شعرية الشعر، فهذا إشي أساسي ببين الإبداع والجمال والرمزية والدلالات والإيحاءات المنبعثة من التصوير الفني لأي عمل. الشيء الثالث اللي هو الصياغة أو اللغة والأسلوب المستخدم. طبعا اللغة هي الأساس، هي الأداة الأساسية في توصيل العمل الأدبي، في توصيل التجربة الإنسانية الشعورية العاطفة. فطريقة استخدام اللغة والأساليب وصياغتها واختياراتها وانتقاء الكلمات والألفاظ والتحول بين هاي بين اللغة الخبرية للغة الإنشائية، بين الأساليب المتنوعة، هذه كلها دلالات عميقة بتعود على النص بالفائدة وبتعزز دلالاته وبتثريها، فهي لازم الوقوف عليها للتعمق في إبداع الكاتب أو الأديب وبيان أثرها في جودة النص وتحقيق هذه الجمالية. الموسيقى والإيقاع، وهذا طبعا نتحدث إحنا فيه عن الشعر بشكل خاص لأنه هو الأساس للموسيقى والإيقاع، وهي كمان جزء أساسي من الجمال اللي بيحدث في النصوص الشعرية، عشان هيك لازم نوقف عليها. المحسنات البديعية المتنوعة اللي هي في التضاد، الجناس، الترادف وغيرها من الأساليب الكثيرة البديعية، سواء طبعا هذه في الشعر أو النثر، مع الاختلاف بين بينهم مش بشكل كبير، لكن هذه المحسنات البديعية إلها دلالاتها وإلها أثرها وإلها أثرها الموسيقي وأثرها الفني وأثرها الدلالي وأثرها النفسي في الإنسان، سواء كانت في الشعر أو النثر. ومن هذا الباب إحنا لازم نقف عليها لنبين جمال النصوص الأدبية. الفكرة الأخيرة إنه نحكي إنه المنهج الجمالي من بدايته بيركز على فكرة أساسية من مبدأ سيادة الموضوع، إنه هو بيضع فكرة رئيسية للنص، سواء كان قصة قصيرة، رواية، قصة طويلة، أو بشكل عام قصة قصيرة والشعر. لو نلاحظ حتى في الأسلوب هذا متبع في المناهج الدراسية للمدارس، إنه بنضع فكرة عامة للدرس بشكل عام سواء كان قصة أو مسرح أو شعر، وبعدين بنجزئ هذا العمل لأفكار محدودة بس بتعزز الفكرة الرئيسية، يعني الأفكار الفرعية بتعزز الأفكار الرئيسية، وهذا التقسيم بيساعد في إنه بناء أو يعني بيان كل من العاطفة والتصوير والصياغة والموسيقى والشعر. تمام. بالنسبة لآلية توظيف المنهج الجمالي، بالنسبة لأنه إحنا بنحكي عن تعمق في إظهار الجماليات باختلافها على جميع المستويات الصرفية والتركيبية والدلالية، حتى بننظر في اللي هما بين النص اللي بتعلق بالشاعر نفسه أو الأديب أو الكاتب والمحيط به، فإحنا بنحكي عن قراءة عميقة للنص الأدبي وللكاتب ولكل الأمور المحيطة بالنص اللي هي بين يدي النص، وكل الأسباب اللي أدت لكتابة النص والإهداء لمين وهي الأمور المرتبطة بالنص، عشان نتعمق في إظهار الدلالات وما نبتعدش في التأويل عن المقصدية الأساسية. عملية النقد الجمالي للعناصر والظواهر بتتم بعد ذلك، والفنيات، يعني بنستخرج كل هاي
النصوص، بنعمل بأسلوب إنه ممكن يعني يتم نقد بيت بيت لو كان شعر، أو سطر سطر لو كان شعر حر حديث، أو بالنسبة للقصة والرواية بنفس الآلية، أو بيتم تناول مستويات معينة. فبنتحدث مثلا عن العاطفة، لو بدنا نحكي عن مستوى التركيب والجماليات اللي فيه، مستوى الصرفي، المستوى نحكي عن الصورة عن غيره. هذه آلية أو رؤية للناقد أو للباحث بتخصه. المهم في هذه الآلية يجب الإشارة هنا إلى أن المنهج الجمالي يتضافر ويفيد من المناهج الأخرى كالتاريخي والاجتماعي والنفسي، فهو ينظر في السياق التاريخي للنص الأدبي ولم يحتويه من ظواهر وإشارات تاريخية، كما يهتم بالسياق الاجتماعي المتعلق بالكاتب والأديب وما يحيط به من أمور وما يؤثر به ويتأثر به أيضا تبعا لهذا المجتمع اللي هو بيئته، وطبعا تأثر فيها تأثر بالغ. كمان إنه ننظر للجانب النفسي والسياسي، كل الأمور المحيطة بالعمل الأدبي، سواء تعلق الأمر بالنص أو تعلق الأمر بالكاتب، لأن كل هاي تأثيرات بتأثر في العمل بشكل عام. مميزات المنهج الجمالي تبعا لكل اللي حكيناه، بنحكي إنه هو بيدرس كل جوانب الإبداع التي تميز النص الأدبي. ثاني إشي إنه بيبرز جوانب الإبداع والفنيات البديعية التي يمتلكها الأديب، مبرزا بذلك فحولته وإمكانياته سواء على مستوى اللغة، يعني معجم اللغوي ما يمتلكه، معجم اللغوي حتى هذا كيف منقسم، لو منقسم في حقول دلالية عنده مثلا ميل للغة الإسلامية، ميل للغة الأجنبية، ميل لاستخدام الألفاظ الحزينة، ميل لاستخدام الألفاظ الموحية الرمزية إلى آخره. نعرف كل ما يحيط به من ناحية معجم اللغوي، أسلوبه، طريقة التركيب، طريقة الاختيار، استخدامه للطناس، توظيفه للأسطورة، توظيفه للرموز المتنوعة، كله يظهر من خلال إبراز جوانب الإبداع في المنهج الجمالي المتعلقة بالكاتب. فهذا بيبرز الكاتب من جميع أوجه الجمال الموجودة عنده. ثالث إشي إنه يقف على كثير من سياقات التاريخ. طبعاً إحنا ذكرنا إنه هو المنهج الجمالي ما بيقتصر على إبراز الجماليات فقط، هو بيبرز الجماليات من خلال السياقات المحيطة بالنص، سواء المتعلقة بالنص نفسه أو المتعلقة بالكاتب. فهو بذلك يتطرق إلى السياق التاريخي والاجتماعي والنفسي والسياسي، وبذلك هو بيعطينا شكل عام عن كل الفترة التاريخية اللي انكتب فيها النص أو اللي تعلقت في الكاتب. وهذا شيء طبعا بيفيد مش بس بالتجربة كتجربة، لا بيفيد بسياقات ودلالات أخرى بتفيدنا. طبعا الشعر العربي بشكل عام كان عبارة عن سجل وديوان للحياة العرب. كمان عندنا انه المنهج الجمالي يبرز كيف تتضافر جميع الظواهر وعناصر الابداع الفني لاثراء النص الادبي، طبعا لانه بيقف على كل عناصر الابداع الفني الموجوده بالنص وبين كل الجماليات الموجوده، فهو بذلك يبين هذا التضافر الذي احدث في النهايه هذا النص الجميل لهذا الكاتب. لو نحكي عن نماذج لدراسات تناولت اعمال على المنهج الجمالي، بدنا نحكي هي طريقه توظيف العنوان بتكون بهاي الاليات. يعني مثلا ندرس قصيدة، مثلا نقول قصيدة لمحمود درويش معينة، نكتب دراسة قصيدة محمود درويش مثلا أنا والبحر في ضوء منهج النقد الجمالي، وبيتم دراسة القصيدة تبعا لما ذكرنا، أو كذلك شعر أو رواية معينة أو مسرحية. ممكن نقول كمان قصيدة محمود درويش أنا والبحر دراسة جمالية دلالية، ندرس الجمالي والدلالي بنفس الوقت، يعني إنه بنكسب الجماليات الموجودة مع إبراز دلالتها. دراسة في جماليات القصيدة المعاصرة مثلا، ونختار شعر معين أنموذجا. جماليات السرد الروائي، عفوا السرد الروائي في روايات كذا، برضو نحط شاعر كاتب روائي أنموذجا أو قصة أو غيره. الشعر المعاصر العربي المعاصر دراسة جمالية دلالية، بنجيب الشعر العربي المعاصر بشكل عام، ناخذ نماذج كبيرة بنحددها طبعا هذه في المقدمة مش في العنوان، وبنحكي دراسة جمالية دلالية، وبتتم الدراسة بناء على آليات المنهج الجمالي وما يكون مطلوب فيه مع زيادة الدلالة. الدلالة بتكون عبارة عن شو؟
نحن ندرس الجمالي، بنتعمق فيه كما نفعل في المنهج الجمالي بشكل عام، ثم تتم عملية اللي هو التعمق في الدلالات وإظهارها وإعاز الأسباب اللي بتدل على الأمور هاي الجمالية اللي إحنا أظهرناها بشكل أكبر فقط للتأكيد على دلالة على عمق المنهج الجمالي فقط. وشكرا لكم لاستماعكم، ونلتقي إن شاء الله في المنهج اللاحق. تحياتي لكم.